200 شيكل من أم صهيب 200 شيكل من سيف عبد العزيز. محمود،
I'm
المجال مفتوح للكرة المجاورة يا إخوان. التبرعات تجاوزت 300,000 شيكل. الله
خاتم ذهب ب 1000 شيكل. رد خاتم ذهب ب 1000 شيكل. حلو. في جماعة برع وخروف. احنا بدنا من رحمة حسين مصطفى. يا اخوان بدنا نزيد عليه سبعة. قديش يدفع؟ قديش يدفع؟ 300 دينار. 300 دينار اسمعوا يا اخوان برع مليون. اي برع. في خروف يتبرع فيه عن رحمة عن عبده روح حسين مصطفى. المحامي حسين دفع 300 دينار. وهذا اللي بدنا عليه مزاد. والله الا اللي صفوك على الدنيا. يلا توكل. الله اكبر. يلا هذا مش احنا يا جماعه هذا مش تجار حلال لا 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 هذا بالله يا جماعه المحامي حسين دفع 300 دينار يلا مين بده يدفع اكثر في مزاد ما زاد على خروف 300 دينار والله في التاج انا من عندي 350 دينار 350 من حسين المحامي 500 وصل 500 الخروف عندي فتيل وصل 50 وصل 50 يا الله لبس يديك بعدك كيف 50 شيكل ثبت يديك شوي يا دكتور جماعة قسما بالله العظيم ايوه ظبط خلي بالك دكتور خلي بالك طلع طلع هنا بدي عيسى محمد بن شيكل بتتقطعوا من كيف وصلنا لسان هذا الشيخ لسان هذا الشيخ 50 شيكل والله لو في مجلة الله بسم على الله والله الخروف ما فيه 500 ابو حاتم الكاك 50 شيكل ابو حاتم الكاك 500 شيكل كمان مره المره الثانيه اسمعوا صرنا مره فيها صرنا نكرر يعني كان فيش مره راح يتبرع الحين صرنا مرتين نتبرع من قبل القضبان ابراهيم ابن ابو جريد 100 دينار المره الثانيه يعني يا شباب اللي تبرع ب 15000 و10000 دينار يسمعنا بدنا منه 14000
الذهب الذهب ورجينا الذهب يا دكتور. اهدر عند المسجد السفية بالشطر. ارفع ايديك ارفع ايديك ارفع ايديك يا دكتور. بإذن الله إله. ارفع ايديك يا دكتور ارفع ايديك. الذهب الذهب يا اخواتي والله انسحبت الجنود اكمل صحبيات مرة صحبيات صحبيات عبوني. بعدين اسمعوا اسمعوا انا بحكي لهم ولا عقل تصدي ولا انظر تصدي يعني والله حلو مضاري والله حلو دكتور حبيبي شيخ محمود شيخ محمود امام المسجد الف دينار ما شاء الله الله اكبر مين كمان؟ الخروف صفي هيا عباس هيا عباس خمسمية هذا مسكين كاهل هذا في مجد أهلي دكتور هانا وصل 500 الخروف مين شكل اشرب ايوه اشرب النسوان احكي لي النسوان بدنا ذهب يا نسوان هاي فاتن فاتن البس عالروحة عالروحة خاتم ذهب يا خواتي لبرا الحوامل والله العظيم احنا لازم احنا الحوامل زكي حنا ابو البراء ابو البراء الشكات افرد لي الشكات ذهب الله يجزاه الخير اي وارفع والله خاتم أبروان من دون أبروان كان ذهب أجيب أصابعي يا الله ما شاء الله جيب عصيري من مين ما عندي والله العظيم الحلال كسر سكر كمل يا دكتور الشيخ أعطيها أعطيها للشيخ أعطيها خالد من دار بركي 50 دينار يلا يا جماعه النسوان برا عميلتنا عميلتنا حواتنا الحوامل الزوجاتنا اللي عندها شويه ذهب اللي عندها شويه ذهب اسمعني 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 يا جماعة يا جماعة الحين هذا الكلام موجه لأخواتنا اللي برا لو في عرف سفرة عند أخوك بدك تطلع تروح تجيب الكمسية تجيب بيتي اللي تدفع هذا في عرف لا أعز أخ إليك يلا أبني أعطوه ده اللي يسر حق اللي يسر المدين 200 شيكل يلا ذهب في أربع أصابع من الذهب اللي أيمن خاتم ذهب على
تم التبرع لحتى الآن بـ20 خاتم ذهب. الله أكبر الله أكبر. اسمع دكتور، عن طريق واحد مقدس علم ابو صالح على التوم 1000 دينار على عقد. عن طريق التوم امشي 1000 دينار لواحد مقدسي نعمل التوم 1000 دينار. كل احترام. يلا يا دهر طلع دهر 21 خاتم 21 خاتم. بس اسمع بابا 20 خاتم، بدنا 20 خاتم، بدنا منظر، بدنا شوية تساوي، يعني العروس العروس بنديك بدون زي الذهب 12 الحين طالعين نازل طالعين مكان نازل يدفع. دكتور انت مسوي مسافات دكتور هيا عندك عندك محمد هشام شيخ مصاري من الشيخ الحامد من الاحتياج من الاحتياج من الاحتياج خير يا ابو الامين. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر ولله الحمد. يلا من الحمد ومن الحمد اخرى. قديش وصل المبلغ؟ قرب على 400,000 ان شاء الله. برد بها الخير يا ابو. بها الخير بس بدها بدها ناس يحركها بس. الله يجزيك الخير يا شيخ. دواب دواب شريف
الجماعة اللي ما بيعرف احنا من برا لا عقل منشئ الدكتور زكريا الشين ألف دينار الله يجزيك خير يا دكتور الله يجزيك خير ليه كمان الباب مفتوح مش حرام وصلنا 400,000 تقريبا وصل تقريبا 400,000 وصل 400,000 بالراحه بلعب وصل 400,000 الفيديوهات موجودة على الفيديوهات Thank you.
دكتور هان هان يا دكتور هان كل احترام يلا يا جماعه شحنوا مش راح يوقف انا قاعد شكل منها ال 500 شيكل اسمه وبتراجع اسمع عمر محمود عمر 2000 شيكل افتح لي يا افتح 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 افتح
عاش ابو البراء. تبرعات لاستكمال اعمال بناء مسجد الأتقياء لبناء المسجد في مراح رباح. اللي عنده يتبرع بنروح بنجيب، لو باخر الدنيا بنجيب، بحب يتبرع بنساله بناخذ منه، فيش مشكله يا جماعه. المجال مفتوح عبر التعليقات للمتبرعين. ابو حاتم طلعوا
نعم الدعم من خارج دولة فلسطين وصلنا كثير، الأردن، الكويت، عدة دول. هاي الذهب نور محمد الشيخ جوزي خالد محمود علي بإذن الله ما شاء الله تكبير. الله أكبر الله الحمد تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر الله بس السعادة انت ليش عليك عليك يعني أنا صار عدنان الشاعر موضوع جاي من الكويت طبعا في فاعلة خير من الكويت من ضمنهم عبر التعليقات فاعلة خير من الكويت هي تبرعت قبل شوي يعني حكت المبلغ بس من الكويت الدعم من الكويت من ضمن فاعلين الخير اللي حكوهم من الكويت طبعا وصلنا نص مليون مع الذهب مش مثل صار واحد تعليم بأي علوم ثانية
العهد العالمي لنا بنتفرع بس بدنا نزرنا بدنا نقعد فيه بدنا نصلي فيه بدنا كان نشوف عربيه هذا الشيء مشان بدنا نصلي فيه يلا يا جماعه لا 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 وصلنا 400 وصلنا يعني فيهم مع ذا فيهم واحد الشيخ عادل عساكرة الشيخ عادل عساكرة صاحب الفضل الأول بعد الله الله يجزيك الخير يا شيخ حياك الله شكرا الله صعب يجزيك الخير الشيخ علي مسؤول لجنة بناء المسجد الله يجزيك الخير يا شيخ إشي بيخرج الصدر حقيقة من فضل الله تبارك وتعالى إن هذا يوم مميز الحمد لله أبو الحمد لله بارك الله أبو حمزة المصري أبو حمزة المصري عند إبراهيم ربنا يبارك فيها هات النهر وبنت بين زال بين شاكل فاطمة في فضة ومرت مصعب 20 دينار هذه فرحة الله يعلمك ويبعثك عمر الدار فرد جنة عمر مصير تاريخ عرس يجريه مع بعض يا عن طريق البث محمد شحده الظابط بيت فجار 100 شيكل سجلناه
محمد الشيخ صابر مين شيخ مين كمان اسمع طبعا للتبرعات الرقم يا ابو البراء احكي 0599 033 044 للتبرعات سجل تعال